صدقيني كنت كاشفك. هي شو صار لك فجأة؟ عن جد أنا شو صار لي لحتى عم أضحك؟ معقول كنت عم أتخيل؟ أنت فهمني بس ليش عم تضحك؟ شو عم بيصير معك؟ في شي بيضحك؟ قلي شو اللي عم بيضحكك هيك؟ في مشكلة كبيرة. ليك إيدي أنا حاطة الحنة عليها. شو هاد؟ أنت ما بدك تسألني اسم مين حاطة على إيدي بالحنة؟ اطلع. أنا فكرت يا ميت إني فرحتك شوي بإني أرسم اسمك على إيدي. لك هي شو صار لفجأة؟ ليش مبينة خجلاني وراسمي اسمي على إيديها؟ شو مفكر لك؟ أتخيلني بيّن لك غيرتي لأنك بدك تتزوج مانجيري، بس لكون صادقة أنا كتير غرت عليك وتضايقت منك، بس ما بدي بيّن لك هاي الغيرة بالمرة. شو يلي عم تساوي ابني؟ ليش هيك تصرفت مع منجيري؟ وليش عرضت عليها الزواج؟ ابني هاد اللي عم تساوي بعرف إنه لعبة، ما بصير تتلعب بمشاعر الصبية. لا أمي، منجيري عاجبتني وأنا بدي أتزوجها. لا حكيك مو صحيح، أنت ما بدك تتزوجها عن جد، بعرف بشو عم تفكر. أنا أمك وبفهمك، حتى لو كنت عم تخبي عن الكل وتخدعهم بهذا الحكي أنت ما رح تقدر تخدعني لإلي. حتى لو ما أجيت وناقشتني بهي القصة أنا فهمانة منيح عليك، ويلي عم تساوي من الأساس غلط كبير، وفهمانة كل أسباب تصرفاتك، وأنا هلأ جاي أنصحك وقل لك هذا غلط ولا تكفي بهي اللعبة. هي ممكن تخدعكن إلكن وتصدقوا إنها منجيري، بس أنا ما رح تقدر تخدعني بكذبتها. أنا متأكد إنه هي ميت هودا. فترة قصيرة ورح ينكشف سر الكبير بهالبيت قدام الكل، ورح خليها هي تعترف قدامكن.